بطريقته الخاصة، فمنهم من فضل النوم والبعض الآخر شغل أرقامه الهاتفية حتى يتلقى التهاني ويعيش أجواء الاحتفالات من مقعد الحافلة، بينما فضل البعض الآخر تشغيل نفسه بالاستماع إلى الموسيقى أو الاستمتاع بألعاب الفيديو. لكن اللاعب دلهوم الذي كان قائدا فوق المستطيل الأخضر تحول إلى صحفي في الحافلة وقام باستجواب زملائه بطريقة رائعة لا تخلو من الاحترافية، أثارت فضول زميله حشود المدافع الذي أصبح مهاجما إعلاميا وسط أجواء حميمية. أنا دون البولوني اللي يجي حارس مرمى كبير كبير هذا وشوي خطير هذا شوي هذا مد الوفاق بزاف هذا شوي وعر ايش دير فوق الزوين على شوفنا معنا اللاعب أمين قراوي الذي كان من أحسن اللاعبين فوق أرضية الميدان. نعم قراوي، كيف تصف لنا وأنت تحرز أول كأس جمهورية هنا في الجزائر؟ فرحة كبيرة ليا باسكو سي مون برومي تيت بيرسونيل، وفرحة كبيرة لوفاق صليف والجمهور تاع وفاق صليف اللي جا ديجال الجي سيبورتينا. انشادي الذي تألق في ملحمة 5 جويلية وكان من أبرز العناصر على الجهة اليسرى، دافع وهاجم. بنشادي، كيف تصف لنا أجواءك وكيف تألقت مع المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، مقابلة يعني في المستوى، وإن تحصلنا على كأس الجمهورية التي كنا نستحقها، والحمد لله وفقنا الله برضا الوالدين شيخ القرضاوي. الحمد لله وفقنا وسجلنا سي حشود اللي يسكن في العطاف، سجلنا هدف كان فاتحة خير، وزدنا عندنا امون، زدنا سمعت الحمد لله يعني والله على كل حال. لا سيدي الحمد لله على كل حال، يعني كأس جمهورية انا بالنسبة لي ثاني كأس جمهورية بعد تاع 2010، يعني مش كاين لاعبين كبار وما ما تحصلوش على القاب كيما هذه. الحمد لله يعني واحد صغير ولا هضره صغير. تفضل اخ، شريك يعني في النهائي تاع والله يا اخرقش شنقول لك اخرقش، يعني مقابله كانت في المستوى وين زايد وين تمتعنا اخويا بفنيات، وخاصه يعني كنت كان سي حشود وسي قريقش يعني أدوا ما عليهم وفزنا في هذه المقابلة. الحمد لله يعني أديتوا ما عليكم وفزنا بالكأس، يعني نهدي والأنصار وفاق صيف اللي يستاهلوا هذا الكأس من كل من كل من كل من كل أعماق القلب. الأخ شارلو، يعني رأيتك شفتك يعني البارح تقلقت بزاف في الميدان وين يعني اعتداء على تحنيط، شفتك يعني تقلقت بزاف ويعني كنت يعني حاب يعني تفوز بهذه الكأس يعني. وش تقول يعني؟ والله اي لاعب كان حاب يفوز بهذا الكاس، هو بما يخص يعني كانت روح رياضيه، ما كانش يعني تدخلات قويه، كانت روح رياضيه فوق الميدان وخارج الميدان، هذا هو اللي نصبوا اليه في كل المقابلات. الحمد لله الروح الرياضيه هي كانت فايزه كثير يعني الاداء اللي قدموا، ويعني وسقونا على يعني الحراس تاعك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، وحقيقة أدى دور كبير وأدى مقابلة مليحة وهذا مشكور على ذلك، ولكن مازال الخير قدام ومازال يتألق إن شاء الله في مقابلات أخرين إن شاء الله، ونعطيوه الشابو نقول له بارك الله فيك. ومبروك علينا لا ونهدي هذا الفوز للانصار وفاق صليف. نعم الانصار عين كبيره، بارك الله فيك. تفضل اخي. اللقاء كان نشكر بزاف اللاعبين تاعنا اللي ادوا مباراه كبيره، سورتو لي سيبورتر. الفوز هذا نهدي لكل انصار وفاق صليف وكل انصار سكان العطاف،
وان شاء الله خويا نكملوا هكذا ان شاء الله باش نزيدوا نتوجوا ان شاء الله بلقب البطوله ان شاء الله. اقول له مدربا واقول له في نفس الوقت مساعدا لانه كان من احسن العناصر في التشكيله في تشكيله شباب الوزداد في سنه 2000. نعم الشيخ ماضوي، كيف عشت المباراه وانت على كرسي الاحتياط مع المدرب ألان هيغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عشتها كما عشتوها انتم، احنا كنا فرحانين بكم سيرتو انت اخي وصيت قلت لك تيري بلا فرب دبا لتمركي زهر المهم ابي شادي زاد مركيتش. المهم المهم هدف من العطاف وهدف من تلمسان من اجل الوفاق ومن اجل النسر. كنت تتوقع بان وفاق سطيف بتشكيلته الثريه الذي تمتلك احسن العناصر مثل عبد المؤمن جابو وامين عوديه وابن موسى، هل كنت متاكد بان الفريق الوفاق سطيفي سيفوز بهذه المباراه؟ كنت متاكد انا يعني 100%، حتى في الجرايد عطيت البرونستيك تاعي قلت نربحوا 2-0 لانه ثقتي كانت كبيره في اللاعبين، كانت ثقه كبيره ايضا في المردود تاع الجماعي تاع الفريق، لانه بعد مباراه لمسان التمسنا يعني اراده وعزيمه كبيره عند اللاعبين، والحمد لله على كل حال. بهذه المناسبه نهديوها لكل انصارنا انصار وفاق سطيف. عفوا، وعندما عاد العمار عمور في الدقيقه 82 هل كنت متاكد بان الفريق الصيفي سيعود وسيعود ويسجل الهدف الثاني؟ لا واحد ما كان متاكد، ولكن كنا متاكدين انه نص ساعه اللي متبقيه هي اللاعبين هما اللي رايحين يحدوا فيها مصيرهم. احنا ما كنا حتى دخل سواء انا سواء ألان هيغير، والدليل على ذلك قبل الوقت الاضافي اجتمعتوا وحدكم اللاعبين وقررتوا انكم تهديوا الكاس وتجيبوا الكاس الى سطيف، والحمد لله على كل حال. On dit toujours une finale, il faut la gagner, il ne faut pas la jouer. Il faut, je crois qu'on est très heureux de ramener la coupe à Sétif. On a fait un très bon parcours en coupe. C'est jamais un objectif de remporter la coupe parce que c'est très difficile. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, on est heureux. On ramène la coupe à Sétif. Bravo aux joueurs, bravo au staff, bravo aux dirigeants et puis merci au public qui nous ont soutenus tout au long de ce parcours. Merci coach, merci coach. Fait pour tous les joueurs, c'est une victoire très très importante. La preuve en est qu'en championnat, on a fait 4 matchs sans victoire. Et cette victoire de la Coupe va galvaniser les joueurs, ça va remonter le moral aux joueurs pour les autres échéances de la compétition. ايش كلمات على الماتش على الربحه وكذا هذا؟ وش راح نقول لك، الماتش راك شفت الماتش كيف كان، راح 120 مينيت وحنا لي جوار كامل مدوا وش عندهم، يعني هذا كامل باش نفرحوا البلاد ونفرحوا الجمهور تاعنا والحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله بهذا التسويج هذا اللي تسوجنا به، كما يقول واحد تعبنا بزاف، ونشكر صحابي بزاف اللي درنا اليد في اليد باش حرزنا بهذا اللقب، ونشكر الانصار ونشكر كاع اللي ناسبوا في هذا التتويج هذا. الله يسلمك. كيلومترات قليله ويصل الوفد الى مدينه سطيف، فضل اللاعبون الاسترخاء قليلا بمحاذاه الطريق السريع استعدادا لملاقاه الانصار وحاملين رايه الفريق معهم. ومع استمرار الرحلة لم يكن أحد يتوقع أن موكبا طويلا من الدراجة النارية متزينا بالأسود والأبيض كان ينتظر السيد الكأس حتى تدخل سطيف في زي العروسة، لكن كادت أن تتحول الفرحة إلى مأساة حقيقية. كل ذلك حدث قبل أن تلج حافلة الفريق مدينة عين الفوارة، وهي محاطة بعناصر الأمن لأنهم على علم بما يحضره الأنصار لاستقبال حاملي التاج الثامن. Thank you.
أجواء لم يكن ليصدقها لاعب الوفاق، أفواج بشرية على حافة الطريق المؤدي من عين الفوارة إلى مقر الولاية أين قدم الوالي تشكرته للاعبين.
الشروق تي في، ولأنها تواكب الحدث رصدت هذه الانطباعات والتصريحات. هي من تقاليد وعادات أنصار الوفاق وأنصار وسكان مدينة سطيف، وحنا فرحنا لهذا السكان وهذا المدينة لأنها تستاهل، وخاصة اللاعبين اللي قدموا مردود ويعني تعبوا على جل هذه الكأس، ونهديوها إلى كل سكان مدينة سطيف، وشكرا على الاستقبال وخاصة من المسؤولة ولا الولاية ولا ولاية سطيف اللي استقبلنا بهذا الحفاوة، ونظن التاريخ يسجل يعني ويكتب بأحرف من ذهب أنه مدينة سطيف على المضيفة يعني تستقبل أبطالها بهذه الطريقة، يعني يعني لحظة ما تنساش وتبقى دائما راسخة في ذهننا في قلوبنا ان شاء الله. La deuxième, troisième fois, un accueil, on s'y attendait pas. Ça a commencé à 10 km sur l'autoroute, un cortège extraordinaire. On espère faire le doublé pour avoir une plus grande fête encore, inshallah. Alhamdoulilah, on est rentré aujourd'hui de Alger et tout ça. On a fêté aujourd'hui le titre avec nos supporters, tout ça, alhamdoulilah, on est très contents, tout ça, alhamdoulilah. C'est vrai que le match, il était disputé, tout ça, ils nous ont égalisé à 10 minutes de la fin, mais alhamdoulilah, on a su marquer dans les prolongations, et ils nous ont amené cette 8e coupe pour l'entente de Sétif, alhamdoulilah. Les supporters, ils sont tous contents, tout ça, nous, on est contents aussi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je crois que beaucoup de l'Ansar, les tenaqlou, pour le match 5 juillet, je crois que beaucoup de l'Abin, les deux mubarak, وتنشكر كل سكان سطيف على هذا الاستقبال، وان شاء الله خويا نكملوا في باكور هذا، وان شاء الله خويا لما لا الدوبلي ان شاء الله. ما كنتوش خايفين في المباراه اي لحظه؟ ما كنتوش خايفين؟ ما كناش خايفين باسكو كان ميم كي قاليزاونا، كنا باسكو انا مداير ثقه في الزملاء تاعي، كانت عندنا ثقه وعلى بالنا باللي قال نزيدوا دوزيام، والحمد لله ربي وفقنا، وان شاء الله خويا ننساو البارتيه تاع سي اربي، وان شاء الله نخمو في البارتيه تاع جياسكا باسكو راح تكون علينا بارتيه صعيبه. وليما ان شاء الله الدوبلي ان شاء الله. الاصابه خلاص من الماضي؟ الحمد لله الاصابه ولات من الماضي الحمد لله. الحاجه اللي تفكر فيها كي ماركيت، الحاجه اللي جات في بالك كي ماركيت؟ الحمد لله خويا الهدف تاعي جا بفضل زملائي وبقدره ربي سبحانه، هذا ما كان الحمد لله خويا. نهدي كل سكان سطيف وكل سكان مدينه العطاف خويا، وسيرتو سيرتو الوالده خويا ربي يحفظك. ما عش اجواء كما هذه، عشها غير هنا في سطيف. استقبلونا كما نقولوا استقبال الكبار وكذا منيح، نشكرهم بزاف. ونتمنوا المستقبل ان شاء الله هذا الانتصار. اكشفت ما بقى ولا امراه ولا راجل ولا طفل ولا بنت، كل اهل عين فوره خرجوا ينتصروا واستقبلوا الابطال واستقبلوا الفريق واستقبلوا باستقبال ما شاء الله، يعني هذا شيء جميل وشيء يفرح. وكنا وما احوجنا الى وقفات من هذا القبيل، وقفات جد وهامه، ونحن سعداء بهذا الانتصار، ونسعى ان شاء الله باش الفريق نتاعنا يبقى دائما داعم ويبقى دائما منتصر ويبقى دائما قوي. بدون شك اكيد افي لا يشك يا اخي، افي لا يشك دائما، احنا دائما كيكون عندك شاب شجاع يصنع لك الافراح من هذا القبيل ويجندك الجماهير ويجندك الشباب، انت تبقى غلط اذا كان ما تبقاش معاه، تراك تي اكوتي دو لا بلاك سي تو لو سوتيان با.
شنو الصحة؟ نعطيهم الصحة. كيف الحالة؟ العقوبة الشامبيونة إن شاء الله. ديو دوبلي إيه. فرحت. فرحت بزاف. فرحت كي دو لاكوب؟ إيه فرحت. شحال فرحت؟ هيلة. إن شاء الله نديو لاكوب الجاية. راني فرحت بزاف كي دو لاكوب ودايما راني نشجعهم. وإن شاء الله نديو الشامبيونة وإن شاء الله يلعبوا مليح. وسكارة في لي كارونا 1 2 3 في فالاجيري. تحية سطيف وتحية لونطونت. خارج مقر الولاية كما بداخله، كيف لا وقد أصابت فرحة الوفاق بالتتويج بالكأس كل المحبين بالمناطق المجاورة، أين وجدنا آلاف الأنصار يحتفلون بطريقتهم الخاصة. خويا واش راه نقول لك، حنا الحمد لله كي ربحنا راك معايا، مبروك علينا ان شاء الله. والعقوبه ان شاء الله ليكيب واحده اخرى مازالت ما شافتش. حنا دوكا عندنا ناف خويا راك معايا، زويت 8 دوكا ناف. واش بيك؟ استغفر الله يا ربي راك معايا. وتاع السير بي خويا يعرفوا يلعبوا ماتش نظيف راك معايا. لعبوا مليح ورحنا للجزائر داروا لنا هكذا وكثر خيرهم هما بالدوله والحمد لله ودينا لا كوب وانا زاين وان شاء الله شامبيون بربي ان شاء الله. العقوبه للشامبيون، العقوبه للشعب سطيف وكل خليونا راك معايا. ويا ديال تاع 500 راك معايا، المناصرين تاع 500 اللي راهم يسمعوا فيا تفرجوا. او زوير زيد تشوفوا او زوير. خويا سيكيو البارح شفنا مقابله مليحه في المستوى وشفنا ثاني ليسبري سبورتيف اللي كان حاضر في الستاد وفي لي تريبول. Et pour cela, encore le coach Mbrok, l'entente, coach Mbrok, le Serbie et beaucoup plus, beaucoup, coach Mbrok, l'Algérie. Et 1, 2, 3, et vive à l'Algérie! Barakallahu fikoum. مبروك علينا لا كوب وان شاء الله الشامبيون وان شاء الله الشامبيون نجيبوها. يا زيد قولوا مبروك علينا لا كوب. لا كوب مبروك علينا. مبروك علينا لا كوب. لا كوب قولوا الكحله وكحله ونشكروا الشروق خونا حبيبنا ويعطيكم الصحه ونشكروا فرقه السير بي ثاني كذا خير على الموقف اللي وقفت معنا وان شاء الله نكونوا فرحانين كبير وصغار وهذه مهديه ان شاء الله لجده. ولاد الكحلة صغر فرصة لطالي لحكرنا بلين رديفو في نابولي. ولاد الكحلة صغر فرصة لطالي لحكرنا بلين رديفو في نابولي. عبدالله الحراشي أكرم بيفكم رفيق وراوف قوتي صنصوب لي يخوتنا جروب لايوبي وبلاك إيجلز ميميش إسلام وديا بايور كاريتو هاني وإيثم أيمن البيك بيبوح بيلا الكوزام. هادو مولاد الكحلة رانا كامل معروفين فلوس في راشدي فيني نوض الهول إن شاء الله نروحو حراقة ونعيشو تمهالي تلقاونا إن شاء الله حكمين. عادي لي نكون في حالي.
نشكر الجمهور تاع البرقاي ونشكر ونشكر الوفاق اللي نشكر الشروق ونشكر الوفاق. عندي من 68 وانا نتبع فيهم وانا نشتيهم وانا نبغيهم. عندي الشيب وعندي هذاك فهمت ماذا بينا زهاونا. هذه الشامبيون ان شاء الله نشكروا الوفاق ولاد سطيف وهذه نعمه من عند الله. مدينه سطيف معروفه من عهد 36 ومنين تقعد الفينال هكذا الكاس يريح في سطيف. ونشكروا احنا الفريق بالوزداد بالوزداد اللي كان بالمستوى وداروا مقابله هايله. ونشكروا كاع الجوار والجمهور من الصغير للكبير. فرحه كبيره والكاس رانا جبناه العين فوارة والحمد لله يا ربي كان معنا ربي ما خيبناش. ونهديو هذا الفوز هذا لوفاق سطيف انصار وفاق سطيف وما نساوش انصار شباب الوزداد. ونشكروا وفاق سطيف يشكر كل انصار وفاق يشكر اهل برج بوعرقيد في الصعود القسم الاول ويتمنوا له التوفيق في القسم الاول. كنا نحلموا بالتتويج هذا وجبناها والحمد لله. نشكر شباب الوزداد ونشكر الانصار بالروح الرياضيه والحمد لله. قالوا بكري وقت فات قالوا لي شو راح وهذا سطيف لنا حمام وما على باليش هم لي جان بينوا باللي راه مازال واقفين وعندنا وفاق سطيف عندنا الشبان وان شاء الله نديو الشامبيونه. لي جوار كي جابونا لاكوب ان شاء الله يزيدوا يجيبوا لنا الدوبلي. ونشكر كاع لي سبورتير وهذا ما كان. وتحياتنا خاصه للانصار السيربي والحراش وكثر خيرهم على الاستقبال هذا والحمد لله وكثر خير الرئيس بوتفليقه. انا ما كيفاش فهمت ولا كيفاش تاع المطوات تفاهمنا وقلنا نجيبوا ليكيب وكل ولاد سطيف كاين جاو من البرج كاين جاو من علمه كاين تفاهمنا من البارح عيطنا لجوار كنا كونتاكت مع جاب ومع بن موسى وعيطنا لهم قالوا لنا ورانا ورحنا جبناهم. ما خفتوش كي طاح صاحبكم هذا؟ كيف ما تخافش اخويا؟ بصح اخويا اجلك على يدير كلش. هذا ما كان. ونشكر قناة الشروق. بقوة 5 جوي نهديوها ناس طنجة، نهديوها اللي جوار خاصة جابو. ونشكروا قناة الشروق اللي راهي قايمة بدورها في البيرقاي. ونشكروا ولاد كارتي ولاد كومباطا ولاد البيرقاي ويعطيكم الصحة. السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بما يخص لقاء النهائي يوم البارح نهضروا بوكو بلوس كيف كان اللقاء. الوفاق هذه حاجه انا هضرت تسمع قبت في الاذاعه سطيف وقلت لهم جماعه يقولوا باللي 50-50%. احنا خويا عندنا حاجه اللي هذه ولات لنا كما يقولوا عاده. احنا الوفاق كي يلحق النهائي ما فيهاش هضره، ما فيها لا تكتيك لا تكنيك لا والو. وهذه خلاها المرحوم العريبي الله يرحمه. يعني ولات عاده وقت اللي نروحوا للنهائي ما فيها حتى فريق اللي يقدر يغلب الوفاق. Oh,
الشهادة الجري باني وخلاص الخلوي في معبودة وشهادة الجري باني وخلاص الخلوي عيد ومع اقتراب الفجر فضل بعض الأنصار إكمال احتفالاتهم في الصالة والمقاهي التي عرفت حركة غير اعتيادية وحتى الجالية العربية المقيمة بسطيف كانت تشجع النسر الأسود. السلام عليكم، أنا هون سوري مقيم في الجزائر عندي طيب ماشي 9 سنين ونحن عندنا مطعم قلعة الشام في سطيف ونحن اللعيبة كلهم جوا عندنا المطعم هون بتعشوا عنا بتغدوا عنا والله واحد من أتوجه عنا حشود جاتوانا وجاب العالم معه وجاب خلوه وجل علي لهون والحمد لله نحن يعني رفعنا كتير ناخذوا الكاس الرئيس وان شاء الله العقوبه الاحسن وان شاء الله شو جاي على الطريق ان شاء الله ونحن نتمنى لهم السعاده لوفاق سطيف لاهل سطيف كلياتهم. نحن السوريين انا وصاحبي صرنا زمان عايشين هنا في سطيف، نحن صرنا حوالي 7 أو 8 سنين. نحن وفاق سطيف خاوتنا وتربينا معهم وبيجوا بياكلوا عندنا وبيخبرونا في التليفون ونحن بنخبرون. نشكر الفريقين ثاني كانوا في على احسن مستوى يعني على من ناحيه الروح الرياضيه والتنظيم يعني ايضا كان في المستوى الحمد لله. هذا العرس يعني عرس الجزائر انا بالنسبه لي كمشجع لوفاق سطيف وكمتتبع للكره الجزائريه ان العرس هذا كان ناجح 100% وعرس يشرف الجزائر يشرف الكره الجزائريه. الفينال اللي كان فينال اكسترا اوردينير ما بين سي ار بي واساس دو سيتيف فينال هذا كان فريمون ماتش في اتم معنى الكلمه من الكوتي تاع اللعب وبيان من الكوتي تاع ليسبري سبورتيف سواء من لي سبورتور تاع سي ار بي وبيان من لي سبورتور تاع لونتونت. هزيتي بيان سودي قدموا لنا يعني مباراه قمه ومباراه يعني في مستوى عالي اللي صرفت بالبلاد وصرفت بالحضور صرفت بال المجموعة اللي جات المجموعة الثقيلة منها بلاتر. من بين القائمين على الفريق الرئيس حسن حمار الذي كان أكثر سعادة لأن هذا التاج يعد الأول له على رأس الفريق. بصح حنا في بداية الموسم واحد ما كان عطينا حظ باش نلعبوا الناس وكل كان تقول بلي وفاق سطيف تاع هذه السنة يلعب الاحتلال ما تب متأخر ماشي متقدمة في الترتيب. نظن بلي اللاعبين تاعنا حنا كي نتكلموا نقولوا بلي عندنا مجموعة ما عندناش لاعبين كبار لأنه النجم هو اللي يصنع الفريق ماشي الفريق اللي يصنع النجم. نظن بلي اللاعبين تاعنا مجموعة هذه عندها إرادة كبيرة وزيد طاقم فني كفء نظن باللي هما أدرى بالأمور هذه وإن شاء الله الحين ننسوا المقابلة تاع الكأس وفوبا نقعدوا عايشين في اليونياج دونك لازم الواحد يحط رجليه في الأرض. دون أن ننسى عبد الحكيم سرار الذي قدم الكثير لكرة القدم الجزائرية عامة ولفريق الكحلة بوجه الخصوص عبر هو الآخر عن فخره وسعادته بالكأس الثامنة. احنا احترمنا قواعد اللعبه واش يقول لك الانسان لما يترشح ما يستغلش الفريق تاعه ولا ولكن انا شتاب اللي خطا كانت عندي مواجهه مع احد الزملاء من حركه التغيير وقلت له واش تشتغل خدمتك وشني قال لي انا طبيب قلت له تسمى انت من نهار ترشحت ما داويت حتى واحد في الاغاثه كون يطيح واحد قدامك ما تخدموش قلت له نفس الشيء انا الشغل تاعي كره قدم ثم تقولوش راه الانسان هذا يستغل في نادي وفاق سطيف واذا كان وفاق سطيف استغلوها كثير من الاحزاب ل 15 سنه مضت اليوم انا اولى باستغلال هذا النادي اولى لان انا واقف فيه انا عمري 51 سنه عندي 40 سنه في وفاق سطيف كمايا ثم الكلمه صغيره 40 طون سي اون في 40 سنه في نادي وفاق سطيف كلاعب وكمسير دونك من حقي كي نترشح واش نقول لازم يكفوا معايا الانصار هو رجل جميل هضروا انا الانصار تاعنا ما نقولكش انا باسكو لا بروميير بيرسون سينغولي تلقاه توجور عندي بريتونسيو ناس اللي حاطه روحها نقولوا احنا الناس اللي وقفت كل من المناصر البسيط اللي يعيط ويهتف في المباريات الى المسير صاحب الاموال الكبيره اللي ضخ اموال في النادي كلهم عندهم نسبه مئويه ما في تطوير النادي هذا وصلوا الى اهداف مسطره. نظن انا الوفاق خرج شعبه
خرجناه الشعبالة فرح. 5 سنين خذينا 9 ألقاب، 5 سنين نفتيتر 9 ألقاب، هي تلقاها نحيلي البرسا والريال وبايرن ميونخ وبعد بعد لي جران كلوب هذو أوروبيا، هذه 9 ألقاب تلقاها في 60 سنة، تلقى فريق يدي 9 ألقاب، احنا خذينا 9 ألقاب في 5 سنوات. ويزيد يقول لك سي فاسيل داتندر لو سومي مي سي ديفيسيل دو سي مانتينير، تما سهل الانسان ياخذ بطوله مي صعيب. اخواننا في واصدقائنا في المولوديه الجزائر خذوا البطوله عندها 3 سنوات وبعدها سنين الاعجاب اجل البقاء، نتائج متداوله. اذا وفاق سيف احنا اعطيناه نكهه، اعطيناه شخصيه، اعطيناه ثقافه نادي ان كولتور دو كلوب، لان هذا النادي يبقى يلعب اي لاعب اي فريق اي لون يبقى الاسود والابيض، وتغير الاشخاص يلعب من اجل الادوار الاولى، هي ولا الثقافه عند المناصر، حتى المناصر تاعنا ولا عاقل، لان الوفاق هنا يلعب من اجل البطوله خسر 3 مباريات في ستيف ومتعادل مرتين ولا مره، يعني يضيع ما يقارب 11 نقطه هنا في ستيف، وهذا هو الفرق اللي راه جعل اليوم اتحاد العاصمه يفوتونا بنقطتين. نظن يعني ورد الجميل، احنا عطينا للمنطقه ككل، ولازم الناس تعرف بانه وفاق سطيف هو مكسب للجميع، واللي يحط في نادي وفاق سطيف مكسب للمدينه وعاصمه الولايه هذا خطا في التصور، ولا يكون الانسان هذا ما زارش البلديات وما زارش دوائر وما عرفش الانتماء تاعهم ويحبوا الفريق حب يعني اعمى. انا شاهدت في كل مره حتى ما قدرتش نطور الافكار السياسيه تاعنا تاع الحزب، هنا في كل مره نمشي الى منطقه السؤال دائما على البطوله والكاس، ما يقدرش ما يفتحوش معك موضوع ما قال احنا عندنا مشكل هذا ولا مشكل هذا، اذا يعني احنا نهنئهم ولازم يحطوا روحهم جزء لا يتجزا من النادي هذا، سيت اون بارتي اللي موجوده في الفريق، لان في بعض الاحيان كاين كلام هنا وهناك يقيس لهم شويه بالشخصيه تاعهم وبالسمعه تاعهم. نتمنى ان لما يشاهدوا هذا الحصه تزيد يعني كبرهم الثقة، تسكنهم ثقة كبيرة بأنهم أبناء وفاق سطيف. أنا ما نقولش أبناء سطيف، أبناء وفاق سطيف، هذا واش عندهم يعني. ولات لونطونت هي ستيل كي فيكول ليستوار دو توتين فيل، مدينة 845. إذا اليوم يعني عيب فينا احنا، عيب. أنا وين شفت باللي عندنا حمام، جيت الحمام أبو طالب أول مرة في 2012، نعرف باللي كاين حمام وهايل، ما نديروش لا بيبليسيتي اللي رانا في التلفزيون، ولكن منطقه سياحيه خلابه والامكانيات ما كانش. مشينا مثلا اول مره شاهد بلديه البلاعه، وشفت باللي كاين شباب اللي ربما الانسان ما يقول هذو ما يسكنوش 30 او 40 كيلومتر على مدينه سطيف، يعني يعيشوا مشاكل كبيره. المعاويه شفت يعني بعض البلديات قعدت يعني نقول سبحان الله العظيم، ولذا تشجعتنا باش تكون عندنا فكره واش نقدروا نديروا للناس هذو كي نكونوا في البرلمان. لم يكن يعلم عبد الرحمن حشود بالمفاجاه الساره بعد تنقل افراد عائلته واصدقائه من العطاف الى سطيف لمشاركته فرحه التتويج بالكاس 8. السلام عليكم، اتمنى التتويج اللي استهلوا خويا قبل التعب اللي تعبوا والمجهود اللي بذلوا قاي كي نتمناوه ان شاء الله ويديروا في الفريق الوطني، وديفوا لي هذاك اللي ديفوا لي له ان شاء الله انا نزهه نزيدوا نديفوا لي مره واحده اخرى مع ليكيب ناسيونال ان شاء الله. فخاوتي ولاد حومتي اللي ديبلاصوا من اجلي من العطف حتى لسطيف باش يشاركوني في الحفله تاعي وبالتتويج تاعي، نشكرهم بزاف والحمد لله باش يعلموا كاع سكان سطيف وكاع انصار وفاق سطيف باللي ماشي غير هما يحبوا الفريق تاعهم، حتى كاينين في العطاف وماشي غير في العطاف ولا كاع في الناحيه في الغرب كاع يحبوا وفاق سطيف، وباسكو فريق كبير. وان شاء الله خويا نطلب من ولاد حومتي كيما نقول لك يزيدوا يوقفوا معايا في باقي المشوار تاعي، وان شاء الله خويا مازلت لنا مشوار كبير في البطوله احنا كلاعبين يوقفوا معنا ماشي غير ولاد حومتي ولا كاع انصار وفاق سطيف باش ان شاء الله نحرزوا الدوبلي ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، ننوه عنايتكم بانه سيتم تغيير تردد